أهلا بكم أعزائي الشباب، كل عام وحضراتكم بخير. طبعا بلدنا محتاجة مننا جهود كبيرة علشان نقدر نطورها. طبعا كل يوم والتاني في مشكلة، طبعا المشكلات دي مع زيادتها بتعطل الإنتاج وبتخلينا دايما نبتعد عن الدور اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا لأجله. طبعا ربنا سبحانه وتعالى لما أمرنا بالعبادة والعمل. طبعا أهم حاجتين في حياة الإنسان هي العبادة ثم العمل وإعمار الأرض. النهاردة من خلال أدوار مجتمعية مختلفة بنشاهد تغيير كبير في مجتمعات إنسانية، بنشاهد في مجتمع قدر ينمو وقدر يقدم خدمات كبيرة جدا لزويه ولأهله وقدر يسعد بحاله وينسق في نفسه ويبين أنه هو بيعيش حياة كريمة. الهدف هو الحياة الكريمة زي ما كلنا عارفين، لأن السعادة هي دائما الراحة بوسائل وإمكانيات معيشية مناسبة. وبنقول ان الدنيا كلها سبحانه وتعالى رتبها في ايام، وهذه الايام طبعا زي ما ربنا خلقها بيعلمنا كمان الله سبحانه وتعالى ان احنا نجتهد ونعمل ونصابر حتى نصل الى النتيجه. طبعا النتيجه كانت من عمل الله سبحانه وتعالى والكون كله واللي علمنا فيه كل معجزاته. الشباب ايضا بيصنع معجزات باراده الله سبحانه وتعالى وباراده الشباب اللي بتكون يعني فيها نوع من الايمان وفيها نوع من الوطنيه. النهارده معانا مؤسسه وطنيه جديده ومعانا جمعيه هي خارجه من داخل مؤسسه لكن في اطار واحد، هذا الاطار هو اطار خدمه المجتمع. معانا النهارده مؤسسه روابط وجمعيه روابط والعديد من الروابط الاجتماعيه اللي خارجه من داخل هذه المؤسسه تبتغي دايما وجه الله سبحانه وتعالى في خدمه اهالي المنطقه. طبعا المحافظه مش بعيده عننا، محافظه البحيره. تعالوا معانا نتعرف على ضيوفنا، ولكن أعزائي المشاهدين قبل ما نتعرف على ضيوفنا اسمحوا لي نخرج معاكم نشاهد فيديو قصير عن هذه المؤسسة ونعود معكم ومع ضيوفنا الأعزاء، خليكم معنا.
عدنا معكم مرة تانية أعزائي الشباب، وبنقول العمل الاجتماعي وضيوفنا الأعزاء. تعالوا نتعرف على ضيوفنا الأعزاء. معانا في الاستوديو الأستاذ محمد عبد الوهاب بهنسي، أمين عام الجمعية. أهلا وسهلا بيك. ومعانا أيضا أعزائي المشاهدين الأستاذة حنان سعيد زغلولة، مؤسسة أو مديرة العلاقات العامة لهذه الرابطة. أهلا وسهلا بيك يا أستاذة حنان. الحق يقال يعني هنبدأ بالأستاذة حنان بقى، ليديز فيرست يعني، بعد إذن حضرتك نبدأ بالأستاذة حنان. أستاذة حنان، الرابطة الخاصة بمؤسسة روابط، كيف بدأت هذه الرابطة وأنت المتحدث يمكن عن الجمعية من شكل العلاقات العامة في تحدثاتك مع الآخرين؟ قولي لي كده نبذة سريعة عن هذه الجمعية وإنشائها ودورها أو أهدافها. تم إنشائها قبل 3 سنوات، يعني قبل الثورة منذ 3 سنوات، وهي مؤسسة تنموية اجتماعية، وهي أحد فروع مؤسسة روابط. بنشتغل على 11 مركز من أصل 15 مركز على مستوى محافظة البحيرة. بنستهدف كمان مشروع قرية جديدة، وهو ان احنا ننزل ونشتغل على القرى دمنهور او قرى محافظة البحيرة. حددت القرية ولا لسه ما حددتش؟ ده من ضمن مشاريعنا ان شاء الله او خطتنا المستقبلية. وان احنا هنقدم لهم قوافل طبية وحملات توعية بالدستور، انه اهمية ان الناس تنزل وتدلي باصواتها في الدستور. وكمان معانا قوافل غير القوافل الطبية، كمان بنقدم مشاريع خدمية، زي ان احنا بنستدعي دكاترة من كلية الزراعة وبنقدم لهم أهمية المحاصيل الجديدة أو إزاي ينموا وتطويرهم للمحاصيل الزراعية. تمام. أستاذ محمد عبد الوهاب، حضرتك أمين عام الجمعية وقبل كده وكيل المؤسسين. عند تأسيس الجمعية كانت هناك بعض المشكلات في تواجدها أو بداية عملها. إيه أهم هذه المشكلات اللي قابلتكم، وإزاي قدرتوا تضعوا النواة الأولى لهذه الجمعية روابط؟ هو احنا بدأنا في الفكرة كلها بتاعت جمعية روابط، ان احنا عندنا معظم روابط الشباب اللي موجودة الموارد بتاعتها قليلة جدا، فما بتقدرش تنفذ البرنامج بتاعها. فاحنا فكرنا ان احنا كجمعية تكون هدفها انها تخدم على كل الروابط، مش رابطة شباب محافظة البحيرة بس ومؤسسة روابط الخيرية، لا ده احنا هدفنا ان احنا نساعد كل الروابط اللي موجودة على مستوى المحافظة في ان هي ترتقي بنفسها، وان احنا نمولها وانها تقدم النشاط بتاعها. الفكره جت في ان احنا كمجموعه مؤسسين قعدنا وحطينا الخطه. المفروض كام؟ 15 مؤسس؟ 11 مؤسس. 11 مؤسس. 11 مؤسس. ده النصاب الفعلي للجمعيه. قعدنا 11 هم 15 مؤسس، 11 عضو مجلس اداره للجمعيه، في رئيس الجمعيه وامين الجمعيه وامين الصندوق والاعضاء. واستقرينا ان احنا لازم نعمل عمل. احنا عندنا في مصر 32,000 جمعيه. ال 32,000 جمعيه يعني احنا شايفين ان الدور بتاعهم التنموي في ان هم يساعدوا الشباب، يعني هم كلهم بيشتغلوا في اطار واحد، كفاله اليتيم والعشوائيات احنا هنشتغل في الحاجات ديت، انما احنا هنركز اكتر على ان احنا نساعد الشباب، نرتقي بالشباب من خلال ان احنا نعمل لهم دورات تنموية، وان احنا نوصل لهم ازاي ان هو يقدر يعتمد على نفسه، ازاي ان هو لازم يفهم ان مش لازم الدولة هي اللي توفر له كل حاجة ويستنى ان الدولة تديله وظيفة او تستنى ان الدولة تديله منحة، لا لازم هو يعتمد على نفسه من خلال المشاريع الصغيرة، ولازم نساعده ونوصله ان هو يرتقي بنفسه ذاتيا واجتماعيا وثقافيا، وان ازاي نوعيه ان هو ازاي يشارك في الحياه السياسيه. احنا كجمعيه روابط او مؤسسه روابط ككل، احنا ما بننتميش لاي اتجاهات سياسيه. احنا عملنا عمل خيري بحت وعمل اجتماعي بحت. يعني معظم حتى الناس اللي هي تنتقل، معظم القيادات بتاعه الجمعيه والرابطه معظمهم لا ينتموا لاي اتجاه سياسي، ما بينتموش لاحزاب. تمام. وعشان كده احنا فكرنا ان احنا نأدي العمل الاجتماعي ده ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، ان احنا ما نكونش نهدف من وراه ان احنا مصلحه الحزب او مصلحه الجماعه او ان احنا بعد كده نترشح من خلاله لاماكن سياسيه. لا احنا اشتغلنا في الجمعيه وتوكلنا على الله سبحانه وتعالى. انتوا كمجموعه اصدقاء ولا لا مش مجموعه اصدقاء. احنا توافقنا من خلال السيره الذاتيه بتاعتنا كمجموعه ناس مهتمين بالعمل الخدمي،
ويعني حاولنا بقدر الامكان ان احنا نجي الناس اللي تكون موجوده ما يكونش عليها خطوط حمراء، ما تكونش عليها تجاوزات، تكون نظيفه الايدي، تكون صفحه بتاعتها بيضه، لان احنا شباب لسه كلنا بنبدا وكلنا هدفنا ان شاء الله المستقبل بتاعنا يكون صحيح. يكون كبير ويكون مؤثر مع المجتمع اللي احنا عايشين فيه. فعشان كده في الاطار ده كانت المشكله بالنسبه لنا صعبه ان احنا ازاي نفكر في جمعيه، وزي ما انت زي ما حضرتك فاهم ان الشؤون الاجتماعيه وان الدوله بتقيد الجمعيات بشكل معين ان هي لازم تلتزم بموارد مش حضرتك محامي طبعا وملم بهذا الموضوع ولازم تلتزم باجراءات وبروتينيات وزاره التضامن والشؤون بتفرضها علينا كجمعيه في قرار جديد كمان لينظم دور هذه الجمعيات حضرتك. تمام يا فندم. تمام. هل هو افضل يعني هذه القرارات الجديده هي افضل حاله مما كانت عليه قبل كده بالنسبه والله للجمعيات؟ اكيد اكيد يعني هو هو نظرا لكثره الجمعيات الكتير اللي موجوده في البلد ما كانش عليها مراقبه كبيره وخصوصا المراقبه الماليه. مظبوط يعني يعني ده بي بي يعني بقيد الجمعيه ان هي كان انها تلتزم بالنشاط اللي هي انشئت من اجله وبتدي فرصه للدوله انها تراقب عليها اكتر. بس هي بيبقى في برضه بعض الحيوب اللي احنا بنتكلم فيها ان عشان احنا نختص كجمعيه بان احنا نمول بقى بالتمويل او بالمشروعات اللي احنا عاوزين نشتغل فيها بحريتنا الشخصيه اكيد بيبقى في قيد علينا. فاحنا نفسنا ان احنا نتحرر من كل القيود دي ونفسنا ان احنا نأدي العمل اللي احنا عاوزين نأديه. طيب. نفسنا ان احنا ان المجتمع اللي احنا عايشين فيه ده ينهض بجد. نفسنا ان احنا نكون زي نفس الثقافه بتاعت الشباب اللي موجود في الخارج. الناس اللي بتشتغل العمل الخدمي ده عمل تطوعي المفروض اللي بيشتغله ما بيفتغى وجه الله سبحانه وتعالى. صحيح. ملوش دعوه ما بيدورش ايه اللي هيعود عليه من ورائه. تمام. موجود في اوروبا الطفل بيلاقي يفطر تبرعه لصندوق مش عارف ايه في دوله ناميه بيروح يطلع من مصروفه ويحط فيه. احنا عاوزين ننمي ده جوانا وعي. احنا عاوزين الوعي ينتشر. احنا عاوزين نساعد بعض. صحيح. احنا عاوزين نكون الشباب أسرة واحدة، عاوزين المجتمع ده يتلاحم، عاوزين نقدم للمجتمع وأهلنا اللي احنا عايشين معاهم حاجة يقولوا والله الناس دي أجادت فيها، فنتمنى ده من ربنا إن شاء الله. صحيح. صحيح. بقول يمكن بشوف عدد كبير من الشباب في الأماكن العشوائية أو الشعبية بنلاقيهم على إدراك كبير قوي بأهمية إن هم يعيشوا حياة كريمة، بيبدأوا يغيروا بحياتهم ويبدأوا ينظموا في محيط بيتهم، وبيبداوا بالشارع، ما بيبداوش بقريه، لا بيبداوا بالشارع بتاعهم. الشارع بتاعنا مفروض يترصف، مفيش دوله مش هترصفه، طب نعمل ايه؟ الشارع بتاعنا ما فيهوش اشجار، هنشجره ازاي؟ الشارع بتاعنا محتاج باسكت لكل بيت، مفيش زبال ما بيجيش كل يوم او يوم او يوم لا، وساعات ما بيجيش خالص، طب هنقدر نتصرف ازاي في الزباله؟ ابتدي الشباب بيفكر ويبتدي الشباب يعمل مجموعات، والغريبة ان بلاقي بعض الشباب عاملين مجموعات على الفيسبوك خاص بشارع معين. الشارع ده بيقول والله مشكلتنا كذا 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 عاوزين نحله. وبيبتدي الشباب يربط السكان والاسر بعضها ببعض ويقول احنا محتاجين كذا ومحتاجين كذا. كل شاب بيبقى سفير عن الجماعة داخل اسرته وجاره اللي جنبه او اللي تحته او اللي فوقه، المهم ان يعمل نواة متكاملة. الناس كلها بتتحرك في اتجاه واحد، نلاقي الدنيا نظيفة، مش نلاقي الدنيا في الشارع من عيلة بنيلة، ولما نطلع في بيوتنا نلاقيها أحسن ما تكون ولا كأنها سرايا كبيرة وعظيمة من النظافة والاهتمام والأناقة والجمال. احنا عاوزين بيوتنا زي ما هي نظيفة كمان شوارعنا كمان تكون نظيفة. هنتواصل مع الشباب ويمكن نموذج من الشباب معانا الأستاذة حنان سعيد زغلولة. أستاذة حنان قولي لي أنت من الشباب وفكرة انضمامك للجمعية أو المؤسسة أو الرابطة جت إزاي؟ وهل كنت بتتجهي الى العمل على انه ممكن يكون سي في ليكي للعمل بعد كده في قطاع خاص او قطاع حكومي؟ لا، هو الحقيقه ان انا فكرت في الموضوع انه انا كان يعني تقريبا من بعد الثانويه العامه وانا كنت حابه قوي ان انا اشترك في عمل خيري، لان السعي في الخير ده حاجه كويسه، وان احنا فعلا عايزين نطور بلدنا يعني وننزل ونشارك، وده مش هيحصل غير لما يبدا كل واحد بنفسه طبعا ويخلص في المقام الاول النيه لله سبحانه وتعالى.
حبيت قوي اشترك في يعني في جمعيه روابط او مؤسسه روابط اللي هو انا احد فروعها، اللي هو انا النهارده كمان نايبه كمان عن باشمهندس نائبة عنه. او عن المهندس طارق، مهندس شادي الزرقاء سوري، وهو رئيس مجلس اداره الرابطه النهارده لان هو جميل، ملتزم شيء بارتباطات جميل، تانية. شيء جميل. تمام. حضرتك خريجه ايه يا استاذه حنان؟ اداب اجتماع. اداب اجتماع، ده حضرتك يعني في لب الموضوع، يعني الجانب الاجتماعي مهم جدا في طبعا العلاقات اكيد. العامه، حتى تخصص علاقات عامه كان اجتماع حقيقي. طيب دور الدراسه في انك تضيف جديد في كيان انضمتي ليه، هل يعني هل فادتك دراستك؟ هل طبقتي حاجه من تعلمتيه في حبيت الجامعه؟ ان انا اطبق بقى يعني. احنا اكيد بنستفيد، بس احنا ما بنستفيدش غير لما بنطبق فعلا يعني على ارض الواقع. هي. انضميت للمؤسسه روابط، وهي اللي هي احد فروعها رابطه شباب البحيره، اللي هو انا مديرة ودخلتي الفتره. علاقات عامه على طول تمام. ولا يعني لا هو طبعا تدرجتي؟ لا اخي اكيد يعني تدرجت في الاول ان انا قعدت فتره عضوه عاديه، بدات ان انا انزل واحتك بقى بالجمهور العادي، اللي هو ان انا اروح مؤسسات عاديه زي المحافظه عندنا بنخلص شغل فيها. حبيت ان انا يعني اطور الموضوع وان احنا نوصل لمؤسسات تانية هي يمكن بتكون حكوميه روتينيه، يعني احنا ما بتفيدناش بحاجه، بس احنا ممكن بتدعمنا في حاجات ان احنا بتسهل لنا الاماكن اللي هي العامه اللي احنا ممكن نلقي فيها محاضراتنا، اللي هو مركز تدريب كويس. بنعمل فيه تدريب للشباب سواء انجليش وكورسات عامه وكمبيوتر كمان. بساعدكم في الأماكن. تمام. تمام. وان احنا كمان انتجنا شامبو ده خاص بينا، ده إنتاج الشباب، ده يعني للتسويق كتوظيف والبيع. للتشريع للمشروعات بتاعتنا. مشروعات. والجيمنازيوم بقى ده برضو احد اعضاء الرابطه يعني تبرع بيه، وبرضو بنستخدمه في ان الشباب صحيح. يروحوا يتدرب فيه. كم شاب تقريبا انضم للجمعية؟ احنا 3200 عضو. 3200 عضو، عدد كبير جدا. لان احنا قبل الثوره وبقالنا 3 سنين، ف يعني فتره مش صغيره. تمام. الاستاذ محمد، طبعا يمكن الجانب المالي مهم جدا في دعم اي مؤسسه او اي جمعيه. انا عاوز اعرف المصادر التمويل الخاصه بالجمعيه، ولا ده بيعود الى الاستاذه حنان؟ لا، هو المصادر التمويل الخاصه بالجمعيه احنا كاعضاء مجلس اداره الجمعيه ان احنا حطينا خطه ان احنا ننهض بموارد الجمعيه، وان احنا خلال المشاريع الصغيره اللي احنا هندعمها ان يكون في مورد للجمعيه، ان شاء الله يكون مورد ان شاء كبير الله جدا هنعتمد فيه برضو على انتشارنا وانتشار الجمعيه من خلال خدمات بتقدموها بمقابل مثلا او ايه بالظبط؟ والله هو احنا كبدايه فعليه للجمعيه احنا لسه ما بداناش، لان احنا من ما احضر اجتماع مجلس الاداره كان في شهر 9 اللي فات، فاحنا لسه بنبدا مشروعاتنا، واحنا بنتكون بنتكلم في افكار بنتكلم في افكار بنقول دلوقتي ان احنا ان شاء الله لازم كلنا المجموعه كلها في الجمعيه وفي رابطه الشباب محافظه البحيره واسر الجامعات، لان احنا رابطه مؤسسه روابط بينبثق منها اسره في الجامعه خاصه اسمها اسره روابط، وبينبثق منها اسره في مراكز الشباب على مستوى المحافظه اسمها اسره روابط شباب المحافظه. من خلال العمل العام ده كله ومن خلال التوظيف بتاع كل الشباب ان احنا كلنا هنساعد في ضخ الموارد للجمعيه دي، ان احنا نقدر ان احنا من خلال التبرعات من رجال الاعمال واهل الخير ومن خلال المشاريع الصغيره ان شاء الله اللي احنا هنفكر في ان احنا تكون مشاريع قويه وتكون مشاريع جاده تخدم الشباب ان شاء اذا كان الله. هناك بنك الافكار فاسمح لي احط فكره كنت بحلم في يوم انها تكون في ارض الواقع في مصرنا الحبيبه. طبعا. عدد كبير من الشباب بيستنى فرص للعمل، وعدد كبير من الشباب قبل ما بيعمل بيشتغل او هو بيدرس بيشتغل بعض المهن، زي مثلا في البناء، زي مثلا في ديكور، زي مثلا في سباكه، زي مثلا في التركيبات، اشياء كتيره جدا الشباب بيقدروا يجدوها. وفي عدد كبير من الشباب ما عندوش الفرصه او ما فيش حد من اصدقائه قالوا تعالى علشان اعلمك مهنه اهو نطلع نشتغل فيها، وفي نفس الوقت بنجني من وراها دخل نحسن فيها حتى دخلنا احنا او نعتمد على نفسنا كمصروف ذاتي للشاب. ليه ما يحصلش داخل جمعيات معينه دورات تدريبية للحرفيين اللي هي الجانب الحرفي اللي بيقدم خدمات في المنزل، بيقدم خدمات بنحتاجها زي إصلاح تلفزيون، إصلاح كمبيوتر، زي مثلا سباكة، زي نجارة، زي حاجات كثيرة جدا. بنيجي نطلب بصراحة هذه الخدمة من عدد كبير من الفنيين الموجودين في القطاع الخاص، بنلاقي عدد كبير منهم بيستغل المواطن بصراحة، بيقدم خدمة غير جيدة
وبيلاقي هذه الخدمه الغير جيده ثمنها يعني باهظ جدا بالنسبه له. ان شاء الله يا رب حتى الجلد الحنفيه لو ركبها هياخد عليها 20 و25 جنيه ويقول دي كشف ويقول ده مش عارف ايه، المهم في الاخر يطلع منه بماده يخلي صاحب البيت اذا ما كانش يقدر يعمل بنفسه ويكسر الحاجه يبقى هيضطر غصبا عنه عشان يوفر التكسير والحاجه اللي ممكن تبوظ انه يستعين باقل خبره. احنا ليه ما نرفعش خبرات الشباب ونخلي هذا الجانب من خلال اتصالات تليفونيه بالخدمات اللي بتقدم خدمات للبيوت بسعر بسيط وباسماء ويبقى في شارات او في كرنيهات معلقه بادج كده ظريف باسم وكرنيه من الجمعيه بيقدم الخدمه في جانب بسيط، ومن هنا يلاقي الشاب دخل كويس ويحصل منافسه بقى على القطاع الداخلي بالنسبه للخدمات، فيلاقي ان الناس اللي ما بتقدمش خدمه جيده بتخرج وبيدخل بدلها الشباب القادر يقدم خدمه. احنا مش يعني بنطارد اصحاب المهن ولكن بنقول حسنوا من خدماتكم وقللوا جانب الضغط المالي على الاسره وابتزاز الاسر من خلال هذه الاعمال البسيطه. اكيد فكره جميله جدا. انا بضم ده حلم والله انا نفسي بضم صوت حضرتك. احنا عندنا من خلال اهداف الجمعيه ان احنا تشجيع المواهب في كل المجالات التعليميه والحرفيه بقى يعني، والفكره بتاعت حضرتك ديت اكيد احنا فكره جميله جدا وفكره بناءه واحنا هنتبناها ان شاء الله وهننفذها على ارض الواقع. احنا عايزين نتصل بحضراتكم ونطلب منكم وإن بقى وان شاء الله في رغم محافظه القاهره بعيد عن البحيره وان شاء الله في اللقاء الجاي باذن الله هيكون في الفكره دي اتنفذت فعلا على ارض الواقع ان شاء الله، وهيكون في الكرنيهات اللي حضرتك بتقول عليها دي موجوده ان شاء الله، والمجتمع البحراوي ان شاء الله هيشيد بيها. انا هبقى سعيد مش لان الفكره خرجت يعني من 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 حب ليها، هبقى سعيد لانها تقدم لبلدنا. اكيد طبعا اكيد طبعا اكيد نتمنى كده ان شاء الله. استاذة حنان، العمل التطوعي مره تانية وفكر الشباب وكتير قوي زي ما بنشوف باشمهندس استاذ محمد عبد الوهاب بيقول انا احنا بنختار الافكار الجديده علشان نقدر نقدم خدمات. ازاي الشباب يؤدي من خلال فكره، من خلال مجهوده، من خلال انتمائه حتى للمكان، ازاي بتقدروا تجتمعوا بيهم وازاي بتنموا فيهم الجانب الوطني قوي او الحس الاجتماعي قوي عشان يأدوا خدماتهم، والا العمليه مجرد تسليه. احنا مش عاوزين حد يتسلى، احنا عاوزين ياخد الموضوع بجديه قوي وفي نفس الوقت يلاقي نتيجه عمله باين في شارعه، باين في بيته، باين في منطقته، يحس ان هو عمل حاجه فعلا ما رماش مجهوده كده من غير اي نتيجه. واحنا اوريدي الناس اللي تكون مشتركه معانا اعضائنا هم نازلين ومقتنعين تمام الاقتناع ان هو نازل يؤدي عمل خيري خدمي غير ربحي، علشان كده بيجي يشترك معانا، بنبدا احنا نوظفه في مشاريعنا الاول كده. شباب يعني مثلا بتلتقوا بشباب في مراكز الشباب، مراكز تدريبنا داخل الجامعه، بتلتقوا بيهم من خلال الجمعيه وتوعيهم وتطلبوا منهم تمام ده. اكيد من خلال بقى رابط اسره الجامعه كل واحد بيكون حسب تخصصه. جميل قوي. اكيد بننمي فيهم ده، وهو اصلا احنا يعني هم طبيعي ان هم جواهم الروح دي، بس ان احنا نعرف تخصص كل واحد وقدراته ونبدا نوظفه في مشاريعنا هو ده الاهم. تمام. بدانا بقى يعني نعمل مشاريع كتيره على مستوى المحافظه، ولينا يعني لينا لجان وبتشرف عليها اللجان المختصه بيها، ويعني ان شاء الله مشروع قريه 11 مركز ده حاجه مجهود كبير قوي. اكيد وكمان على مستوى المحافظه هيكون مهم يعني. المحافظ بيقدم لكم خدمات، بيقدم لكم حاجه، بيتعاون معاكم، وفي هل في جمعيات اخرى ايضا للتواصل؟ هو اكيد في جمعيات اخرى بس كل واحد يعني بيكون مسؤول عن تخصصه. اكيد طبعا في جمعيات حتى سمعت عنها. جمعيتنا احنا بتختص بالمجالات الخدميه فعلا. يعني انا فترتي فيها مش كبيره بس يعني من خلال الفتره اللي انا اديت فيها حسيت فعلا ان هي بتخدم وهي غير ربحيه بالمره. تمام. مش يعني مش عايزين ندخل في جو مقارنات بس. تمام. هنعود بقى للجانب الوظيفي، ويمكن مهم قوي الجانب الوظيفي ده، لان الشباب في فتره من الفترات بيدي وبيقول انا الفتره دي انا جاهز ان انا ادي، بس الفتره اللي بعديها انا عاوز بقى اخد واجني ثمر تعبي علشان كمان انا المفروض ان انا ابني بيت، والا هيبقى كل العمل بتاع التطوعي معنى كده ان انا مش هعمل حاجه في حياتي. نعود لاستاذ محمد ونقول ازاي بنقنع الشباب بالعمل التطوعي، وهل بنلاقي فيه نوع من الممانعه او المقاومه شويه ان الشباب ينضم لينا، ولا الشباب هو جاهز مجرد ما بنشاور له او بنقول له تعالى واهلا وسهلا بيك الشباب بيجري علينا؟ اكيد بنلاقي صعوبه كبيره خاصه ان احنا في الوقت ده اللي احنا عايشين فيه ان معظم الشباب لها تطلعات مختلفه. ايوه احنا عن زمان يعني هو دلوقتي في ناس بتقول لك انا هخلص الدراسه بتاعتي وهسافر في الخارج
او ان انا عاوز وظيفه معينه او انا هشتغل في اطار معين، وان العمل الخدمي النهارده هو شايفه من خلال المجتمع اللي احنا عايشين فيه ان العائد الصحيح، مفيش العائد الصحيح. وكمان بالاضافه ان الدوله ما بتساعدش الناس اللي هي بتقدم العمل الخدمي في ان هي بيكون في حوار جد وبناء معاهم، ان هي دايما بتشوف صحيح. ايه اللي موجود، ايه حضرتك قلت حاجه مهمه جدا، يعني انا النهارده لما اقدم عمل خيري او خدمي المجتمعي، مفروض بقى زي ما بيحصل بره بيجي في السي في بتاعي بقول والله انا اشتركت في جمعيه كذا وقدمت كذا وقدمت كذا، وادي ما يثبت ان انا كنت في هذه الجمعيات من خلال شهاده. هنا بقى بيحصل تزكيه لهؤلاء الشباب الاجتماعيين اللي بيحاولوا يقدموا، هنا بقى الجمعيات بتحطهم في مصاف يعني طليعه اللي هتاخدهم من في تعييناتها. ده المفروض يحصل زي ما بالظبط بنقول ما فيش توظيف الا لما تكون خلصت الجيش بتاعك، واول حاجه تسال عليها هو الخدمه العسكريه. انا عاوز اقول برضك الخدمه الوطنيه او الخدمه المجتمعيه شيء مش هنقول ده ضروري للتوظيف، لكن هنقول شيء مفروض يتحط في اهتماماتنا لما نيجي نوظف حد، ونقول والله في اولويات للناس اللي نزلت وتعبت وقدمت لبلدها بفعل وبجد عشان تقدر بعد كده تتعامل، لان ده ليه مردود، يعني العمل الاجتماعي ده ليه مردود عليا انا كمواطن وعلى تعاملي مع الاخرين في محيط عملي بعد كده اتكسب منه. مظبوط يا فندم، هو هو لازم ان يكون من شروط الوظيفه العامه الظروف الاجتماعيه والحاله الاجتماعيه اللي مارسها الشخص ده، ازاي هو هيقدر يتعامل مع الجمهور، ازاي هو هيقدر يجيد في العمل بتاعه، بجانب النواحي العلميه بتاعته وجانب النواحي الثقافيه لازم يكون الشركات الجد هي اللي تبقى واخده بالها من النقطه دي. لازم يكون في ناحيه اجتماعيه، لان الناحيه الاجتماعيه دي بتاثر لكن فيه. الحكومه لو في توظيف حكومي طبعا يمكن لا 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 بالنسبه للتوظيف ما بيهتمش الحكومي بالنقطه يعني الشهاده وخلاص. فاحنا هنساعد ان احنا نضخ ده ان شاء الله للقطاع الخاص ان شاء الله، ونساعد ان احنا بعد الثوره ان احنا يكون في حوار جاد وبناء مع جميع المسؤولين، ان احنا نقعد معاهم على طاوله المفاوضات ونوضح ليهم ظروف الشباب، نوضح لهم ان احنا لازم الدوله تتلاحم معانا في ان احنا ننهض بالبلد ديت، ولازم ان هي توفر لهم فرص عمل جاده، ولازم ان احنا نكون نرجع بقى للعداله والحريه الاجتماعيه نتكلم عنها بجد. ما ينفعش، لازم الوظائف اي وظيفه تكون في الدوله لازم يعلن عنها رسميا، وان ما اعلنش عنها رسميا لازم نتدخل احنا ونكشف الحوار ده ونكشف الفساد. لازم كلنا احنا كمنظومه ان بنشتغل ارتقاء مرضات الله سبحانه وتعالى، ما بننتميش لحزب ولا التيار، يعني الجمعيه لو وجدت مثلا فساد في حاجه معينه بتبلغ وتقوم برضك بدور. اكيد طالما انا جمعيه شريفه ما عنديش تجاوزات، ما عنديش حاجه خايف منها، صوتي مسموع، لازم اقول كلمه حق في وجه اي مسؤول عشان اوصل صوتي، ولان انا جاي انا جاي عشان اكون فاعل في المجتمع وليس مفعول به. فعشان كده احنا هنسعى جاهدين ان شاء الله ان احنا نقدم للمجتمع البحراوي اللي احنا عايشين فيه عشان نكون قدوه لجميع المحافظات بعد كده انها تحتاج حزونا، ونأدي حاجه يعني تحسب لنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. استاذه حنان، بنقول انا بقدم عمل خدمي لمجتمعي علشان اطور مجتمعي. انت كخريجه كليه اداب قسم اجتماع بقالك 3 سنين تقريبا اشتغلتي في هذا العمل التطوعي، هل ده ممكن يتنافى بعد كده مع عملك اللي ممكن تحصل عليه، او انت بتخططي لعمل يعني عمل تتكسبي من وراءه ومن خلاله تقدري برضك تقدمي لنفسك مش لمجتمعك بس، ما احنا اللي عاوز يقدم لمجتمعه لازم كمان يبقى يحب نفسه ويقدم لنفسه كمان. الجانب الوظيفي بقى يعني هل ده موجود، ولا انت بتشتغلي في هذه الجمعيه في مقابل ايضا وظيفي معين بتقدميه، يعني الخدمي جزء لكن الوظيفي جزء تاني، ولا ايه اللي بيحصل؟ هو انا حقيقه كنت الاول بشتغل في القطاع الخاص، وكنت في نفس الوقت بشوف ان فكره العمل الحر هي فكره كويسه جدا، وان مش شرط ان احنا نلتزم بالروتين الحكومي والوظائف الحكوميه. تمام، احنا نخرج للعمل الحر، وانه اي شاب عنده فكره او مشروع صغير، ويمكن ده دلوقتي اتسهلت بالمشروعات اللي متقدمه اللي هي دعم المشاريع الصغيره، يعني اعتقد مش هيبقى فيه مشكله او صعوبه. توجهت للعمل الخدمي او العمل العام، طبعا يعني كنت وقتها يعني هو موضوع اداره وقت اكتر مش اكتر، ان احنا ندير وقتنا بس صح، انه ما نهدروش
على الاقل نستفاد بيه خبره. تمام. وكمان ان احنا يعني بنخلص النيه بدل الله سبحانه وتعالى، فيعني بنلاقي بعد كده بركه حتى في الوقت. خططتي للمستقبل يا استاذه؟ خططت ان انا يعني ان شاء الله باذن الله ان نفسي ابقى مذيعه. شرف بيكي بقى. ان شاء الله باذن الله. وفي نفس الوقت مش هتخلى ابدا عن عمل التطوعي باذن الله، ربنا يقدرني ان شاء الله رب العالمين. شيء مهم قوي ان احنا نخطط في حياتنا، عاوزين نعمل ايه ونخطط في حياتنا عشان نصل لده، يبقى في مجموعه من الخطوات. اكيد طبعا انت خططتي عشان تبقي مذيعه في بعض الحاجات اللي هتقومي بيها، زي بعض الدورات التدريبيه، زي بعض الاشياء اللي بتكمل، بحيث لما تلاقي اعلان لمطلوب مذيعه او مذيعين بتقدمي فيها بتبقي على هكون وصلت لدرجه الكفاءه ان شاء الله رب العالمين. بقى بما اننا ذكرنا الجانب التدريبي، وانت قلتي ان في جانب تاهيلي للشباب، ويمكن برضك استاذ محمد بهنسي بيقوم بيه من خلال الجمعيه، بنقول التاهيل للوظائف اللي المفروض ان الشباب يحتلها في المستقبل، دي مشكله بتقابل شباب كتير جدا. تخرج من الجامعه وبعدين يلاقي ان اللي تعلمه حاجه والسوق العمل طلبوا حاجه تانية. مش هنقول يعني ان ده مهمل، لا، هنقول ان سوق العمل بيحتاج حاجه تانية، لان هو ده المحك الرئيسي فيه. يمكن الجامعه بتتواصل مع سوق العمل وبتعرف اول باول، لكن متغيرات السوق دايما كل يوم في جديد، كل يوم مطلوب مواصفات جديده في الخريج او في المتقدم للعمل عشان يحصل على هذه الوظيفه. ازاي بقى بنبدا نرتب دورات تدريبيه لتأهيل الشباب لسوق العمل للي يناسبه، وازاي بنختار البرنامج؟ هو ده بيكون من خلال مدربينا اللي هم مدربين التنميه البشريه في مراكز التدريب الخاصه بينا، بيقدموا تدريبهم او بيقدموا يعني ازاي ان انت تكتب سي في او ان انت تتقدم لمقابله شخصيه في وظيفه، ده بيدوه ويأهلوا الشباب كويس جدا ليه، ده من خلال مراكز التدريب الخاصه بالرب. بيبقى برضك بالنسبه للمدربين متطوعين ولا بيبقى باجر؟ متطوعين. استاذ محمد بهنسي، ده اللي بيحصل فعلا. بنحاول نستقطب ناس من المجتمع عندهم يعني جانب تعليمي وهو بعمل التدريب. عندنا اعضاء في المؤسسه، عندنا كوادر قوية جدا لهم باع كبير في مجال التنمية البشرية، وبيأدوا دورات متطوعين وبينزلوا جميع يعني مش دورات ميدانية، مش دورات أكاديمية، بننزل جميع بننزل على أرض الواقع، في بنروح الكرة، بنروح المراكز، وبنأدي الدور ده بحب خالص لله سبحانه وتعالى. فده يعني المنظومة كلها دي اللي شجعتنا ان احنا نشتغل كلنا مع بعض، من خلال ان احنا متعاونين وكلنا بنسعى ان شاء الله ان احنا ننجح بعض، فان شاء الله ربنا يوفقنا باذن الله. اسمحوا لي بقى ومع الساده المشاهدين نشاهد فاصل سريع عن الجمعيه، ونعود مره ثانيه لنواصل حديثنا عن العمل الاجتماعي والتطوعي في بلدنا الحبيبه مصر.
عدنا معاكم مرة تانية أعزائي الشباب، ويمكن بنقول الأعمال الخيرية بتمتد إلى فئات عمرية يمكن محتاجة فعلا للرعاية. دور الأيتام ودور المسنين دول مجموعة من البشر محتاجين مننا رعاية. يمكن جمعيات الأهلية بتهتم من ضمن اهتماماتها بعدد كبير منهم، خصوصا أن المسنين هم دول اللي كانوا أدوا للمجتمع، هم دول من اللي تعبوا، هم دول من اللي وصلوا المجتمع إلى ما هو عليه. طبعا بنحييهم ولازم نديلهم لمسة وفاء وعطاء، ولازم كمان نحسسهم أن هم عملوا لينا في أي مجال حتى لو كان حرفي بسيط، طالما هو أخلص في عمله، طالما هو أنتج، طالما هو غير في مجتمعه، هو بيحتاج أن احنا نحنو عليه ونهتم به. كمان دور الأيتام وخصوصا الأطفال الصغيرة اللي بتحتاج مننا الرحمة، واللي يمكن ظروف بعض الأهالي أو بعض ظروفهم اللي حصلت ليهم من فقد الأب أو الأم، أو حتى لقطاء بيحتاجوا مننا أن احنا نهتم بيهم أو نديلهم اهتمام، لأنهم ما لهمش ذنب في الحياة في الوضع اللي اتوجدوا به، لكن المجتمع هو ليه الدور الكبير في الرعاية والحماية. أستاذ محمد، يمكن الجانب النفسي والخيري هنا بيتجسد قوي مع النوعين دول من البشر، المسنين والأيتام. إزاي بنقدر نقدم خدمات وإزاي بنقدر نعاون هذه الفئة من البشر بحيث أن احنا نحس قوي قوي بإنسانيتنا ونحسسهم قوي قوي بإنسانيتهم كمان؟ احنا عندنا جمعيات المسنين عندنا في محافظة البحيرة، وعندنا مسنين تانيين مش موجودين في جوه جمعيات، دول بيكونوا من داخل أسر فقيرة، من الأسر الأكثر فقرا اللي موجودة عندنا في مصر كلها، في نوعيات دي كتير يعني. دول أهلنا ودول المفروض إن احنا لازم احنا اللي نحس بيهم، ولازم احنا اللي نكفلهم، ولازم نكون فاهمين زي ما حضرتك قلت إنه الناس ديت أدت للبلد ديت قبل كده، ولازم إن احنا نعوضهم، ولازم نقف جنبهم، ولازم نكون ساعد ليهم في محنتهم وفي شدتهم. وعشان كده احنا عندنا لقاءات دورية ان شاء الله يعني من خلال برنامجنا، ان احنا اول حاجة عندنا في انشطة الجمعية كفالة اليتيم وتقديم المساعدات الاجتماعية المادية والفنية للأسر الفقيرة على وجه الخصوص، والأرامل والأيتام والمطلقات والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الأكثر فقرا. فاحنا من خلال دور المسنين الموجودة ان احنا هننظم شهريا ان شاء الله لقاءات معاهم، ونشوف ايه هي احتياجاتهم وايه هي المفروض الحاجات اللي احنا نساعدهم بيها، حاجة فنية ومادية، وان احنا نقوم بالدور المنوط بينا تجاههم. ولازم نكون نحسسهم بفعلا بنغير لهم الظروف اللي هم موجودين فيها، لان هم فعلا بيعانوا. اما المسن ده اللي موجود في جمعية مسنين اكيد فقد زويه او زويه مش موجودين، فده بأثر فيه نفسيا جدا. فمطلوب ان احنا نساعد الناس ديت، ومطلوب ان احنا نكون معاهم في نهج ان احنا نساعدهم بجد، نقدلهم، نمسح، نجعل الابتسامة تكون معاهم على طول. ان شاء الله هنسعى كده، وهنسعى ان احنا ازاي نبتكر أنشطة جديدة إن هي تخليهم ينشغلوا، وتخليهم إن هم يعني يحبوا الحياة وما يقاسوش وما يزعلوش وما يبقوش في الكبت والحرمان اللي هم موجودين فيه ده. أكيد هنسعى لكده، وإن شاء الله ربنا وفقنا إن احنا يعني نوفق إن هم يكونوا راضيين عننا إن شاء الله. بنقول يعني أطفال اليوم هم رجال الغد ونساء الغد القادرين والقادرات على التفاعل بإيجابية. الأيتام الدولة لما بتهتم بيهم بتحاول بقدر الإمكان إن هي تنميهم وتقويهم وتبنيهم بناء صحيح، سواء كان غذاء، كان علم، كان تربية، كان اتجاهات فكرية، تثقيف، علشان تقدر تعيدهم مرة تانية للمجتمع ويبقوا عنصر بناء. هل بتفكروا داخل المؤسسة أو الرابطة الاستعانة بعدد من هؤلاء الأيتام اللي خرجوا من جمعيات الأيتام كنوع من المساعدة؟ يعني ممكن يقدموا في الجمعية مقابل أجر حتى على الأقل ممكن يقوموا به، هيبقى جانب برضك مساعدة، وفي نفس الوقت انخراط مع المجتمع اللي ممكن يقوموا به. كمدير علاقات عامة حضرتك ده أمر جائز؟ هو ده يعني هيضطرنا إن احنا نتعامل مع المؤسسات الحكومية، لان احنا مش مسؤولين عن توظيف، بس احنا ممكن من خلال، لكن في بعض الاعمال
ان هي ممكن تؤدى يعني. يعني احنا ممكن يعني, يعني ممكن مثلا محتاجين كاتب محتاجين كاتب قولي لا ما ناخد كاتب ونديله مرتب شهري. اعتقد ان في الجمعيات يعني في منصوص ايضا لعمل مقابل اجر. اكيد هو الاولويات هتكون للاسر الفقيره والناس المحتاجه والايتام. لازم ان احنا تكون دي الاولويات بتاعتنا ان احنا نساعد اسره في ان هي تكون يكون لها دخل ان شاء الله. البحث عن وظيفه بقى هنا مشكله من مشكلات المجتمع. يمكن في استاذ محمد في جانب كبير قوي من المؤتمرات اللي بتتعمل يعني هو تفاعلات او تفاعليه بين الشباب وبين المجتمع. ازاي نقدر نبصر الشباب بالاماكن اللي المفروض اللي موجود فيها طلب للعمل؟ ويمكن عدد كبير من الشباب ساعات بيعزف قوي عن هذه الاعمال، بيعتقد انها اعمال بسيطه. يعني انا بقول للشاب لما تحب تشتغل ابدا اشتغل اي شغلانه تقع عليها ايديك، مش ضروري تكون مربحه قوي، وما تفتكرش منها ان انت هتهان، لا ده انت في البدايه بتبدا طريقك، ما حدش بيحاسبك يعني ما حدش بيقول لك انت ايه ده؟ انت شغال في حاجه بسيطه قوي وبتاخد مرتب بسيط قوي، وايه ده؟ ايه اللي خلاك تعمل كده؟ انت من اسره كويسه، ده يعني ده والدك ممكن يديك المرتب ده، يعني مصروفك يا اخي اكتر من ده بكتير. لكن انا اقبل ده دلوقتي علشان اقدر اتدرج في الشكل الوظيفي، عشان اقدر اخطط اتعرف على المجتمع انفتح عليه. تمام. الشباب بيعزف عن العمل، تقول ايه للشباب اللي بيعزف عن العمل؟ وتقول ايه لاصحاب الاعمال اللي تملي بينظروا الى الشباب نظره يعني فيها مفيش انصاف؟ يعني انا عارف ان الشاب ده يدي عمل هياخد عليه اجر 10 قروش، لا انا ادي له اجر 5 قروش. ليه؟ لاني عندي عماله كبيره جدا، فليه انا ادي الشاب ده مع ان هو هيادي ده؟ لو هو واحد متخصص هيادي لي ده، او هو واحد غير متخصص هيادي لي ده، مش شاب. لكن الاستغلال بيجي على الشباب. ازاي نقدر بقى نبصر الشباب؟ وازاي نقول لاصحاب الاعمال ارفعوا في اجوركم شويه، يعني خلي الاجر مناسب للعمل عشان تخلي الشاب يعني في حاله تحفيز للالتحاق بهذه الاعمال. هو بداية المفروض ان احنا كجمعية نكون ملمين بكل الوظائف الموجودة في الدولة سواء قطاع خاص او قطاع عام، وان احنا نكون مدركين ايه هي في السياحة وفي الصناعة وفي التجارة ايه هي الوظائف اللي المفروض تكون شغيرة والمفروض يلتحق بها الشباب على ضوء ده. احنا شايفين المجالات تقريبا يا فندم اللي موجودة على الرابطة مجالات العمل، ويمكن مش باينه قوي للساده المشاهدين، لكن ايه المجالات حضرتك عفوا يعني قبل ما نتكلم؟ المجالات مجالات العمل. مجالات العمل احنا دلوقتي بنشتغل في من خلال دورات التنميه البشريه، بنشتغل من خلال عملنا يعني اشتركنا مع شكلنا مجموعه اسمها اطباء من اجل المستقبل. الاطباء دول بيشوفوا ايه هي الغايه المنشوده اللي هم بيشوفوها في الـ في الـ في الـ في الطب، ان هو يكون ازاي نرتقي بالمواطن طبيا ونقدم له الخدمه الصحيه على اكمل وجه. عندنا مجالات كتير بنشتغل حضرتك، هو في نفس ما بين رابطه الشباب وما بين الجمعيه. ده خاص بالاستاذه حنان. خاص طب نعود الى نرجع الى هذا السؤال ونعود الى سؤالنا الاصلي. ازاي نقنع الشباب وازاي نقنع اصحاب الاعمال بالشباب نقنعه بانه يعني يقبل على العمل، واصحاب الاعمال نقنعه ان هم المفروض ان هم يرفعوا اجور العماله او العمل؟ بعد ما احنا نكون كوننا خريطة معلومية كبيرة عن البلد وعن الوظائف الموجودة فيها وعن المجالات اللي موجودة فيها، المفروض ان احنا بنقعد مع الشباب وبنقعد ونوعيهم ونقول له ان انت اول حاجة بتستفيدها الخبرة بتاعتك والاحتكاك بتاعك. انت اكيد هتستفيد بصرف النظر عن العائد المادي، انت هتستفيد لان انت دلوقتي بدأت تخش في مجال العمل. مجال العمل ده هيكسبك خبرة، هيكسبك تعامل مع الاخرين، اكيد ده هيكون في السي في بتاعك ده حاجه كويسه. ان شاء الله ربنا هيكرمك بوظيفه احسن، هتتدرج في المكان اللي انت بتشتغل فيه لحد ما توصل لدرجه المدير او درجه رئيس العمل ده. فانت لازم تأدي في العمل اللي انت داخل تشتغل فيه ده، تأدي كل ما عندك وتتقر فيه عشان ربنا يكرمك ان شاء الله وهيديك الافضل. مفيش حد في الدنيا بيختار لنفسه اي حاجه، انت بتعمل اللي عليك، بتخش بتجتهد بتأدي الدور المنوط بيك،
والتوفيق ده بتاع ربنا، وربنا هو اللي بيختار لك المكان بعد كده. صحيح. يعني كل حاجة لازم ندي نوصل للشباب ان لازم الشاب يعتمد على نفسه ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، وبعد كده ربنا شايل له الافضل، وربنا هيدي له على قد تعبه وعلى قد مجهوده. وبنناشد رجال الاعمال، وبنناشد جميع وكلاء الوزارات ومديرين الادارات وكل الناس اللي هي موجوده في الحكومه وفي السلطه التنفيذيه، بنقول لهم مطلوب ان انتوا تنظروا للشباب نظره قويه. تمام. مطلوب ان انتوا تفكروا وتبدعوا وتشوفوا ايه هي المشاريع اللي ناقصه البلد دي، والبلد دي محتاجه مشاريع ضخمه او مشاريع ان هي تشغل طاقات الشباب الموجوده والمكبوته دي. لازم يكون في حل من خلال كده. وبنقول للناس اللي هي بتبص للشاب او ان هي ما بتقدرش الشاب في العمل، بنقول له الشاب ده هو ده صانع المستقبل. الشاب ده المفروض ان احنا اول ناس كلنا نهتم بيه ونساعده وننميه، ولازم كلنا نقف جنبه، ولازم نديله قدره وما نقللش من العمل اللي هو بيقوم بيه. وده في اطار ان احنا هنفكر زي ما بنعمل تنمية بشرية، بنعمل دورات للشباب، هنفكر برضو ازاي ان احنا نجتمع مع جميع رجال الاعمال من خلال برضو ندوات، ومن خلال ان احنا نقعد نتناقش معاهم ويكون في بيننا حوار جاد ان هم يؤدوا طب اسمح الرساله لي المنوطه. من باب الافكار اللي ممكن تقدم لهذا التطوير، احنا بنشوف كيانات مجتمعيه او اعمال محتاجه للتطوير. يعني مثلا عامل بيشتغل مثلا في مجال النجاره، صاحب ورشه معهوش مثلا غير ابنه او واحد او اتنين، ويمكن عنده ورشته كبيره لكن هو لم يستغلها. انا النهارده لما اتطور هذه الورشه واشوف احتياجاتها ايه وازللها هذه الاحتياجات واساعدها، مش من الجانب المادي، الجانب الخبري او التدريبي او العلاقات اللي ممكن تزيد هذا الجانب، انا اقدر من خلال هذا التطوير هخليه يتوسع. يعني التوسع ده يعني ايه؟ يعني وظائف جديده. فليه ما اعملش هذا التطوير؟ هيبقى التطوير بشكل شامل، يعني مش بس انظر للشباب، ده انا انظر كمان للكيانات التجاريه الضعيفه الصغيره. تمام. اللي محتاجه تنمو. لو نمت، يعني مثلا واحد عنده بقاله، البقاله ديت يا دوبك حاجه صغيره، انا ليه ما اخليهاش تنمو واقول له لا نميها، ومع التنميه احتاج لك كمان واحد يساعدك، يبقى هنا هتزود دخلك وفي نفس الوقت هتفتح باب للعمل. اذا انا بعالج الموضوع من جانبين مش من جانب واحد. ما هو اصلا فرص العمل المحطوطه الموجوده في البلد يمكن تكون محدوده في بعض الاعمال. تمام. انا ليه ما نميش هذه الاعمال واكبرها شويه، واجي مثلا على واحد بيعمل عمل معين واعمل واصله بينه وبين صندوق الاجتماعي للتنميه، اقول والله انت ممكن تاخد قرض يكبر محلك او يكبر عملك الانتاجي، وفي مقابل ده الالتزام بانك تكون ملتزم مع ده انك توظف اتنين او ثلاثة من الجمعية عندي، يعني هيقوموا معاك بده. انت محتاج قرض في ده، يبقى محتاج عمالتك هتزيد، انت بتتوسع في تجارتك او تتوسع في عملك، عمالتك هتزيد، يبقى انت محتاج كمان اتنين. الاتنين دول لما هتدي لهم مثلا من المرتب المعقول، احنا ممكن نخلي العمل ده يرتضي بالجانب ده على سبيل ان انت تكبر وتدي مرتب اكتر. يبقى انا وانا بديله القرض بلزمه ايضا بعماله، يعني او بخليه كمان يفتح باب العماله، وبساعده اذا كنت اقدر اساعده في التسويق عشان اخليه ينمو ويكبر. ليه لا ما اقدملوش هذه الخدمه حتى في مقابل منفعته الشخصيه؟ يعني انا ممكن مثلا اروح اساعد واحد راجل بسيط عنده مشغل صغير وانا عندي وقت فاضي وممكن اعمله ده لوجه الله، فانا اساعده. لانه ساعات بيقولوا كمان زمان كانوا يقولوا بارك الله في الحسنه المستخبيه، يعني ممكن قوي تدي حسنه لحد معين من تجار او ناس البسطاء جوه عمله. لو الحاجه لقيتها ب10 صاغ او عفوا بجنيه او ب2 جنيه ممكن تديله 5 جنيه وتاخدها. طيب. دي حسنه مستخبيه. احنا ليه ما نعملش دوت ونخلي الناس تنمو وتدي فرص عمل؟ طيب. احنا يهمنا ان الناس تنمو وتكبر. احنا عندنا في حاجه موجوده اسمها التسويق المباشر. نعم. من خلال زي ما حضرتك قلت كده ان موجود عندنا في اكثريه المشاريع، مثلا زي المشاغل، زي اصحاب معارض السيارات الصغيره، زي الحاجات دي كلها، فاحنا ممكن فعلا نشتغل معاهم وان احنا نطور ونقدم لهم ده نطور يعني نطور مش عيب، مش بنقول والله دول ما يكسبوا، احنا رايحين ندي الناس بتكسب، واحنا بس ادينا بعد ما كسبك فرصه لعمل حد احنا نساعدك، وان احنا نقدم لهم حاجه لزياده مواردهم وتطويرها.
في مقابل ان هو يساعدنا احنا كمان كجمعيه في ان هو يشغل عنده مجموعه او يضخ لنا بعض الموارد ونحددهم او يقدم لنا وندربهم ونقول له احنا ندربنا لك شباب هتاخدهم جاهزين. تمام وان هم يساعدونا في كده، فده ان شاء الله برضو دي فكره جميله جدا هتكون معنا ان شاء الله في الافكار باذن الله. ان شاء الله رب العالمين باب الافكار وحصات الافكار مفتوحه لكل الناس، وبنقول لكل واحد عنده فكره ان شاء الله تكون بسيطه ممكن او تكون مجال لحل ان شاء الله. اي حد يقدم لنا فكره الله يخليك ان شاء الله هنتمناها باذن الله وهنشتغل فيها ان شاء الله. نعود للاستاذه حنان مره ثانيه، ويمكن فكر الشباب والمجالات المختلفه اللي يمكن ارجعناها اهم المجالات الموجوده داخل المؤسسه او الرابطه ايه هي بالظبط. بس خليني ارجع لموضوع دار الايتام والمسنين، ان احنا بنحضر لحفله فنيه كحاجه مختلفه او مميزه ان احنا قدمناها لهم على الجمعيات الفنيه او على الجمعيات الاخرى. ده يبقى فيها نجوم بقى ولا هيبقى يعني احنا هنخلي الموضوع على مستوى المحافظه، ان احنا هنقدم فقرات فنيه من خلال يعني مطربين او شباب يعني المتاحين كمان على مستوى المحافظه. ده يخلي الشباب يعني يطلع مواهبه، وهيخلي كمان يعني هيدخل سعاده على الايتام كمان، لان الموضوع هيبقى مختلف ان ما فيش حد بيفكر ان هو يعمل لهم حفله. معظم الجمعيات بتقدم لهم خدمات خاصه بيهم هم، او الخدمات اللي هي المعتاده اللي بتقدم للمسنين او لدار الايتام، فاحنا هنحاول الموضوع يكون مختلف شويه ان شاء الله رب العالمين. ان شاء الله. بنقول في ديننا الجميل، ديننا الحنيف، ديننا ده دين مثالي قوي الحقيقه، الحق يتقال. حتى كمان الديانات الاخرى، الديانه المسيحيه دين جميل ودين مثالي ودين للتسامح، لكن بنلاقي في ديننا الدين الاسلامي حاجه جميله قوي، هي المثاليه والبحث دايما عن المثاليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان المثال والقدوه، والمثال يعني ان هو يحاول بقدر الامكان الانسان انه ما يخطاش، يحاول يكون الانسان نموذج للي حواليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان نموذج لينا كلنا. لما بنيجي نقول احنا نتاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ونتعلم منه في حياته كان بيعمل ايه، في تعاملاته كان بيعمل ايه، بنحس ان احنا فعلا جوه مدرسه اسمها المدرسه المحمديه. احنا بنقول لكل الشباب بلدنا مصر بلد مثاليه، لو خليناها مثاليه يعني كل واحد فينا هيفكر يعمل ايه بمثاليه عشان نقول الانسان ده عمل حاجه كويسه قوي احنا بنحييك، والانسان ده او الانسانه دي عملت حاجه كويسه احنا بنحييها. انا كغيور اقول والله اقتاد بقى بالعمل ده، كمان اروح اعمل زيه عشان غيري كمان، وغيري زي ما انا سقفت لغيري غيري كمان يسقف لي وينمينا، وكل واحد ما يسخرش ابدا من اي عمل ولو بسيط، ويقول ان هذا العمل بسيط قوي انا ممكن اعمل احسن منه. يلا تعالى ورينا تعمل ايه، خليك تعمل لبلدك وتعمل لناسك، على الاقل لما اولادك يكبروا هيلاقوا المجتمع مجتمع واعي ومثالي، وهيعيشوا حياه افضل بكتير من اللي عشتها. بنقول لكل شباب مصر بلدنا مفتوحه للخير، ويمكن بنتعلم واتعلمنا كتير قوي من الجماعات الخيريه اللي بتقدم خدماتها لوجه الله، علينا ان احنا نخلص العمل. أعزائي الشباب، إلى هنا نصل بكم لنهاية هذه الحلقة باسمكم وباسم السادة المشاهدين جميعا في كل مكان. بنشكر كل من الأستاذ محمد عبد الوهاب بهنسي، شكرا، أمين عام الجمعية، بنشكر حضرتك على هذا اللقاء الطيب ومزيد من التوفيق إن شاء الله. ربنا يخليك، شكرا. وبنشكر أيضا الأستاذة الشابة المتميزة الأستاذة حنان سعيد زغلول، مدير العلاقات العامة البحيرة. سعيد زغلول عفوا فندم، أهلا وسهلا بيكي وبنشوفكم دايما بخير. شكرا فندم. أعزائي الشباب، إلى هنا زي ما قلنا بننهي حلقتنا، على كل أمل، على كل خير، على كل حب لبلدنا اللي بتستاهل كل حب وكل خير. إلى أن نلقاكم، لكم منا ألف تحية وإلى اللقاء.